صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه مرسوم رقم 52 لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب، وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعاد تنظيم وزارة شؤون الشباب، وذلك على النحو الآتي: وزير شؤون الشباب، ويتبعه أولا إدارة الاتصال والتسويق، ثانيا إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي، ثالثا وكيل وزارة شؤون الشباب، ويتبعه إدارة الموارد البشرية والمالية، إدارة نظم المعلومات، الوكيل المساعد للدعم والمبادرات، وتتبعه إدارة الدعم والخدمات، إدارة تمكين الشباب، إدارة الفعاليات والبرامج. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 17 لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة.